بسم الله، نحن الآن في فندق راس سينغ. هذا أحد أنواع الغرف، اسمها راس بريمير، عبارة عن صالة وغرفة. هذه ممتازة لشهر العسل وللعائلات الصغيرة، مستوى راقي جدا. كما ذكرت سابقا، هذا هو أفضل فندق في جزيرة بينانغ. خدمات ممتازة، طبعا إفطارهم رائع جدا والتشكيلة رائعة كبيرة. هذه إطلالتها على الحديقة وعلى البحر، هذا هو البحر، لكن الأشجار هي لها نوعا ما. هذا البحر. تصوير شركة المحيط للسياحة ماليزيا. هنا البلكونة، هنا باثروم بإمكان استخدامه. طبعا هنا هذه يمكن أن تغلق لعمل برايفسي، وهنا يمكن أن يملأ الماء واختيار فليفر معين حسب الرغبة. هنا الحمامات، شاور مفصول كليا، هنا الشاور، هنا التواليت. طبعا الشطاف موجود داخل التواليت، لا يجوز استفاده خارجية. مستوى الفندق ممتاز جدا، مع تحيات شركة المحيط للسياحة ماليزيا.